الشيخ نور الحميش الشيخ آه، العبيدات رئيس مكتب العلاقات العامه في المجلس المدني دير الزور. طبعا نحن الوفد اللي جينا عشائر دير الزور عشائر البقاره الخط الغربي ونشكر هافار المظلوم وتلبيته هذه الدعوه. دورنا كشيوخ عشائر ووجهاء عشائر نستنكر الهجوم التركي على المناطق الشمال ونطالب المجلس الامن الدولي في هذا الموضوع والأمم المتحدة تدخل تركيا في أراضي سوريا وقطع المياه عن سوريا لا يجوز وهذه دولة تعطيش هذه ليست دولة إسلام ولا دولة تحتشم هذا تعطيش وتجويع للشعب السوري